طيب هنروح لمنتخب برضو كرة الطائرة، ولكن منتخب الناشئات تحت 20 أو السيدات بقى مش ناشئات، تحت 20 سنة كرة طائرة. المنتخب المصري بيلعب بطولة طبعا مع بلجيكا، تمام، بيلعب بطولة العالم في بلجيكا. منتخبنا الوطني لسيادة الكرة الطائرة تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أحمد فتحي كسب أول ماتش ليه في المجموعة الثامنة من بطولة العالم واللي بتتلعب في بلجيكا وهولندا في الفترة من 9 ل 17 يوليو اللي احنا فيه. الفوز ده كان على حساب منتخب بلجيكا 3-2، كان ماتش كويس جدا. منتخبنا بيلعب ماتش دلوقتي مع منتخب بيلاروسيا، لو خلص هنقول لكم نتيجته إن شاء الله. وكان معانا بيلاروسيا في المجموعة، خسرنا منه على فكرة بصعوبة في المجموعة. أنا أقول لكم نظام المجموعة، يعني نظام المجموعة أو نظام البطولة، كل مجموعة أربع فرق. بيترتبوا من الأول للرابع، الأول والثاني بيتأهلوا لدور الثمانية بيلعبوا من الأول للثامن، والثالث والرابع بينزلوا يلعبوا من التاسع لل 16. منتخب مصر في المجموعة اللي بتلعب من التاسع لل 16، طبعا ماتش مع بلجيكا ده لما كسبنا ماتش بلجيكا هيطلعنا في الرانك جامد، يعني ممكن يوصلنا من التاسع للعاشر ل 11 12، وخاصة لو كسبنا بيلاروسيا النهاردة. فطبعا كل التوفيق، ويعني مأدين اداء كويس، حتى ماتش بيلاروسيا اللي في المجموعه خسرناه بصعوبه. طب مين اللاعبات اللي عندنا من النادي الاهلي داخلين او ملتحقين بالمنتخب؟ عندنا مي غزال، نور ايهاب، فرح العيدي، سلمى يوسف، فريده الحناوي، مريم ثابت، وايه الله ياسين. كل سبعه من اصل كام؟ من اصل 12 لاعبه. يعني اكتر من 70% نقول من المنتخب، لا نقول 60%، يعني احنا قلنا 12 نصهم 6، احنا 7، يعني نقول حوالي 55%. 55% من قوام المنتخب من النادي الاهلي، وده يدل قد ايه النادي الاهلي بيدعم المنتخبات باللاعبين والكوادر اللي بترفع اسم مصر عاليا.